فوضى في صفوف المحتجين عاشها صبيحة اليوم مطار هوارب مدين الدولي بعد قرار عمال وإطارات مؤسسة تسيير مصالح ومنشآت المطار تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل المدير. تاع مطار هوارب مدين رئيس جيسيا لا فيلال دو لوجياسا داروا موفمون دو بروتيستاسيون فيما يخص تجاوزات من الإدارة المديرية العامة، لا سيما في كل ما يتعلق بالاتفاقية الجماعية. وعدونا في الإضراب القديم باش يكون هناك مناقشة، ما كانش هناك. يعني فيما يخص النظام الداخلي رايح غير ضد العمال، ما كانش احترام للقانون. رؤساء المصالح وإطارات بالمؤسسة وصفوا التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون لها بالخطيرة، من بينها إبرام صفقات عمومية وتوظيف عمال بطرق ملتوية مطالبين بفتح تحقيق. احنا العمال كامل راهم كونتر الحقرة، كونتر الظلم، لأنه باسكو هذا المدير العام هذا ما يريسبكتيش العمال من العامل البسيط حتى المدير، كاع يخسرنا كلام، كاع يكفر علينا وكاع ما يقدرناش. المحتجون فتحوا النار على نقابة تسيير منشآت المطار متهمين الرئيس بالتواطؤ مع الإدارة. لا احنا رانا ممثلين من عند العمال وممثلين تاع السنديكات العمال، راهم متواطئين مع الإدارة. الوقفة الاحتجاجية التي دامت ليوم كامل تسببت في تجميد عمل جميع المصالح التي توفر مختلف الخدمات على غرار الشحن والنقل وتنظيم مواقف السيارات.